صلاح الدين الأيوبي سلطان مبارك والله ما ذكره في نفسه وفي قلبه حرقة على الإسلام أحد ما ذكره الآن أحد إلا وبكى حزنا لما يمر بنا من الذل والخذلان والهوان. صلاح الدين الأيوبي وضع على نفسه نذرا أن يخرج الفرنجة من بلاد المسلمين وأن يقتل صاحب الكرك الرومي وأن يخلص بيت المقدس من الروم، وما مات حتى دم له ذلك. القاضي الفاضل في كتابه عيون الروضتين قال: كتب له شاب من الأسرى في بيت المقدس رقعة فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. وكتب في آخرها: نشتاق لنسمع الأذان من الأقصى، نشتاق لنسمع الأذان من الأقصى. بكى صلاح الدين حتى بل الرقعة، وأسس من ساعته وجعل أولى مهامه بيت المقدس، وانطلق سنة 83 و500 للهجرة. وجد بيت المقدس فيه ما يزيد عن 60,000 رومي، كلهم يرى أن يموت أهون عليه من أن يسلم الأقصى. بدأ القتال، غنت سيوف المسلمين ورماحهم في معارك تلو المعارك، واستمر الحصار حتى علم الروم أنهم يذلون لصلاح، فصالحهم ودخل وفتح بيت المقدس صلحا لا عنوة لأسباب مذكورة في التاريخ. لما دخل المسلمون الأقصى وجدوا بيت الله الأقصى مشغولا بالخنازير، مهانا بالصلبان والخنازير. الناحية الغربية فيها المراحيض رائحة النتن، والمحراب مشغول بالقذر والأوساخ. بكى المسلمون وشرعوا في تنظيف المسجد وحيطانه وكسر الصلبان بماء الورد والمسك وأطيب الطيب. كانوا يغسلون جدران الحيطان بماء عيونهم وهم يبكون حزنا وفرحا. نظفوا المسجد، فرشوا البسط، فرجوا السجادات، علقوا القناديل، وتلي فيه التنزيل. لما على المؤذن وأذن ضج الناس بالبكاء عند سماع الأذان، ضج الناس بالبكاء سمعوا الأذان في بيت الله، حرم حرم الناس سماع الأذان فيه. ثم في الرابع من شعبان من ذلك العام رقى صلاح الدين على المنبر وخطب، قال أو في أول كلمة بعد أن أطال البكاء، قال: الحمد لله الذي أعز الحق بظلال السيوف، الحمد لله الذي أعز الحق بظلال السيوف، ولم تزل القدس محررة إلى أن جاءت أم الشر بريطانيا وأباحتها للصهاينة. لما دخل هنري جورو، إن كنتم تسمعون به، قائد معركة ميسلون المشهورة، لما دخل إلى بلاد الشام وقف عند قبر صلاح الدين، ركله برجله وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا. نعم، لأن الناس نقضوا عهد الله فسلط الله عليهم غيره وأخذ بعض ما في أيديهم. ها قد عدنا يا صلاح الدين، هذه الكلمة لم تخرج فلتة، هي ككلمة بوش السابقة لما أعلن أنها حرب صليبية. إنهم يقاتلون عن عقيدة، حقيقة هم يريدون هذا لاعتقادات في دينهم ولمآرب عندهم. المسلمون لا يقاتلون إلا لله.